بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس 11 من مادة الدراسات الإسلامية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني صفة الصلاة 3، نبدأ الدرس بتطبيق عملي لما تعلمناه في الدرسين السابقين من صفة الصلاة الركعة الثانية. رقم 8 بقى في الصلاة هي الركعة الثانية. احنا اتكلمنا عن الركعة الأولى، هنتكلم هنا عن الركعة الثانية. ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية قائما للركعة الثانية. بعد ما خلاص بقى هو سجد في الركعة الأولى وصل للسجود، السجدة الثانية يرفع قائما للركعة الثانية قائلا الله أكبر، ويصلي الركعة الثانية كصلاته الركعة الأولى سوى دعاء الاستفتاح. يبقى الركعة الأولى مثل الثانية إلا أن الأولى فيها دعاء الاستفتاح. ثم بعد ذلك الجلوس للتشهد الأول، فإذا فرغ من الركعة الثانية جلس للتشهد ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين، ويضع كفه اليمنى على فخذه أو ركبته اليمنى، ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام والوسطى، ويشير بإصبعه السبابة، ويبسط كفه اليسرى على فخذه أو ركبته اليسرى، ويقرأ التشهد. هنا كفه اليسرى على ركبته اليسرى، هنا يشير بالسبابة. طيب، ويحلق، هنا يحلق، خلي بالك من هنا، الإبهام والوسطى. الإبهام اللي هو الكبير ده أهو، والوسطى يعملهم حلق، هو عاملهم هنا إيه؟ عاملهم حلق. والاتنين اللي هما اللي في الآخر خالص، البنصر والخنصر، دول إيه؟ يقبضهم، يعني يتنيهم، يبقوا متنيين لإيه؟ لجوه، ويعمل حلقة بالإبهام والوسطى، ويشير في لأعلى بالسبابة، تمام، اللي هي الصبع الثاني بعد الإبهام، ويقرأ التشهد وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلي بالك، قاعد جلسة افتراش، رجله هذه اليمين من الصبا، وهنا يجلس على رجله اليسرى، تمام، هذا الافتراش اللي عمله بين السجدتين. كذلك في التشهد الأوسط، لكن هيبقى في تورك في الأخير. عاشرا، الركعة الثالثة والرابعة إذا كانت الصلاة ثلاثية مثل المغرب، أو رباعية مثل العصر والعشاء والظهر، نهض بعد التشهد الأول قائلا الله أكبر، ويرفع يديه ممدودتي الأصابع زي كده، حزوة من كبيه أو أذنيه، ويصلي الركعة الثالثة والرابعة كصلاته الركعة الثانية إلا يقتصر فيها إيه؟ الفاتحة فقط، ليس فيها قراءة قرآن. الثالثة والرابعة لا يوجد فيها قراءة قرآن بعد، يعني في السورة أو آيات بعد الفاتحة، لكن في الأولى والثانية في قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة. الركعة الأولى خالص فيها دعاء الاستفتاح، الثانية ما فيش فيها استفتاح، الثالثة ليس فيها فاتحة، الثالثة والرابعة. 11، التشهد الأخير، ثم يجلس في تشهده الأخير متورقا، هنا بقى كان الأول إيه؟ مفترش، هنا بقى متورك. ونشوف يعني ايه متورك في الصلاة الثلاثية والرابعة. التورك هو أن ينصب قدمه اليمنى جاعلا أصابعها للقبلة، رجله اليمين أهي هنا معوجة، والأصابع طالعة لقدام ناحية القبلة، ويجعل القدم اليسرى تحت ساقه اليمنى، يدخل قدمه من هنا من تحت كده من تحت، ويطلعها كده زي ما احنا شايفين، ويجلس عليه، ويجلس معتمدا على الورك الأيسر، يعني إيه؟ الورك بقى خلاص يجلس ويدخل دي من تحته، تمام؟ ويقرأ التشهد، ويقرأ الإيه؟ التشهد.
زي الأول بالظبط، هيحط بقى يده اليسرى على ركبته اليسرى، وهيشير بالسبابة، ويحلق الإبهام الوسطى والخنصر والبنصر، يثنيهم يقبض عليهم. تمام، شوفوا هنا جايب لك صورة من الناحية التانية. ماشي، ويستعيذ بالله من أربع، هنا بقى قرأ التحيات، هيزود بقى عن المرة الأولانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ بالله من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب القبر وعذاب النار، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. المحيا والممات يعني الحي لا يأمن على نفسه من فتنة الشيطان، والممات لما يموت الملكين هيجوا يسألوه. وفي ناس قالوا إن المحيا لما يجي الإنسان يموت عند في نهاية حياته، الشيطان يجي له يقول له موت على النصرانية، موت على اليهودية، ويجيب له في صورة أمه وأبوه عشان يضحك عليه. الممات بقى اللي هو يثبتك في مماتك، ويقيم وتستطيع ان انت تجيب من ربك ما دينك وكما نبي. ومن فتنة المسيح الدجال، طبعا دي فتنة كبيرة ستكون في آخر الزمان، وهيقول أنا ربكم، والناس بقى كتير هيأمنوا به، ومعظمهم من النساء، ومن دخل جنته دخل النار، ومن دخل ناره دخل الايه الجنة. ثم يدعو بما ينفعه في دينه ودنياه قبل ما يختم يعني. بس ايه، الاول يبدا بالحمد والصلاه، وبعدين يبدا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع واحد بيدعي قبل ان يحمد الله ويصلي، قال: اما هذا فقد عجل، يعني استعجل يعني. ضع علامه صح امام الصوره الصحيحه وعلامه خطا، هنا جلسه صحيحه، وايضا هنا صحيحه، اما هنا فخاطئه، هنا خطا. ليه؟ لم يتورك ولم يفترش، لا في هنا افتراش ولا في تورك، لا دي ولا دي، يبقى هنا خطأ. تمام، مفروض ينصب رجله اليمنى ويفترش الايه اليسرى. طيب، الطمأنينة في جميع الأركان مهمة جدا. هو أن يتأنى في جميع أركان الصلاة ولا يسرع فيها. فاكرين الراجل قال له ارجع صلي، فإنك لم تصلي لأنه كان بيسرع. تدبر معاني ما يقرأ في الصلاة، من صلى الصلاة مقبلا عليها بقلبه ومتدبرا لمعاني الآيات التي يقرأها والأذكار التي يقولها وترك ما يشغله عنها، حصل له الخشوع فيها وزيادة الإيمان والأجر. خشوع وزيادة إيمان وأجر من الله وفلاح في الدنيا والآخرة. لذلك نتدبر حتى إيه نكون ممن حصل على الإيمان والأجر والفلاح في الدنيا والآخرة. آخر حاجة التسليم، يسلم عن يميني أول: السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين يساره: السلام عليكم ورحمة الله. نشارك بقى في التطبيق، ونلاحظ أن هناك من يقع في الأخطاء، لا يفترش، يضع يده اليمنى على اليسرى. أكتب لكم ثلاث حاجات بس كده، بس إيه، يضع اليد اليسرى على اليمنى مثلا، ولا إيه، لا ينظر موضع سجود. ممكن يعمل ايه كمان؟ لا يتورك في التشهد الاخير. كل دي اخطاء الناس ايه بتعملها. يا الله، من خلال ما تعلمته من صفة الصلاة أتعاون مع زميلي للمقارنة بين الركعات. الركعة الأولى أوجه التشابه هنا كلها قراءة الفاتحة كل، والركوع والسجود، كل الثلاث ركعات فيهم ركوع وقراءة فاتحة وإيه وسجود وركوع، ده مشترك. طيب، الاختلاف بقى في الركعة الأولى يوجد دعاء الاستفتاح، الاستفتاح
تاح بها فقط. أول اختلافه يوجد دعاء الاستفتاح بها فقط. طب الركعة الثانية بعدها التشهد الأول، ولا يوجد بها دعاء استفتاح. لا فيها دعاء استفتاح وبعدها التشهد الأول، حاجتين اختلفوا. الأول كان فيه تشهد، الأول كان فيه دعاء استفتاح، هنا لا، لا يوجد دعاء استفتاح، ولا يوجد ويوجد بها التشهد الأول نهايتها يعني. طب الركعة الثالثة لا يقرأ آيات من القرآن بعد الفاتحة، يقرأ الفاتحة فقط. كان الأول في الأولى والثانية بنقرأ آيات، لكن هنا لا، لا يقرأ آيات من القرآن بعد الفاتحة، يقرأ الفاتحة فقط. تمام، عرفنا الاختلافات. في التشابه كلهم فتحة ركوع وسجود، ثلاثة فتحة ركوع وسجود، وطبعا بقى التكبير وبين السجدتين وكده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثلاث مرات. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، ما عرفش إلا كده، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد. المهم هنا كل الاطمئنان، حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها بالتعاون مع مجهودك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومع الأسئلة دي جهزتهم لكم اهم، نجيبهم وبعدين نرجع تاني. يلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يطمئن في صلاته، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. سؤال تاني: يستعيذ المصلي الأول، يستعيذ المصلي في التشهد الأخير من أربع، فما هي؟ عذاب القبر، عذاب النار، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. بالترتيب: عذاب القبر، عذاب النار، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. دي الأربع أشياء. قل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نرجع تاني، حدد الخطأ في الصور الآتية. هنا الخطأ في الصورة الأولى: لم يسجد على سبعة أعضاء، فلم يضع يديه، لم يضع كفيه على الأرض. والمفروض يسجد على سبعة، اللي هما ركبتيه ويديه وقدميه
الأنف مع الجبهة. يبقى لم يسجد على سبعة أعضاء فلم يضع كفيه على الأرض، فسجد على خمسة فقط، ناقصة اتنين عشان ما نطولش، اللي هما القدمين والركبتين والأنف والجبهة. هذا هو لو خطأ. هنا لم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى ويضع الرسغ والساعد على صدره. ما فعل هذا؟ لم يضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى ويضع الرسغ والساعد على صدره. ما فعل هذا؟ هنا لم يستوي ظهره ورأسه في الركوع، فهو رافع ظهره ورأسه ولم يقبض على ركبتيه ويفرج بين أصابعه. المفروض يقبض على الركبتين ويفرج، وظهره لم يستوي ظهره الايه؟ لم يستوي ظهره في الركوع، فهو رافع ظهره، رافع ظهره ورأسه ولم يقبض على ركبتيه ويفرج بين أصابعه. هنا الخطأ واضح يعني. اذكر صفة التورك في الصلاة. أن ينصب قدمه اليمنى جاعلا أصابعه على القبلة ويجعل القدم اليسرى تحت ساق اليمنى ويخرجها من جهة اليمين ويجلس معتمدا على الورك الأيسر ويقرأ التشهد. هل بقي شيء؟ ما بقي شيء. لا تنسونا من الدعاء واللايك والاشتراك في القناة. كده خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.